النبي افتح لي السخمات دي وحياة والدك. لا ربنا يكرمك يا شيخ. ما تطلع الاجره. ان الله مع الصابرين اذا صبروا. هي الدنيا هتطير؟ مستعجل ليه؟ في العجله الندامه. انت هتفتح لي محضر؟ لا هفتح في المنديل. عايز كام؟ 130 قرش. 130 قرش تعريفي؟ لا 130 قرش زار. انت ما ركبتش عربيات قبل كده؟ ليه؟ شايفني يعني مش وش عربيات ولا مش وش عربيات؟ خد يا سيدي ادي جنيه اهو. وادي ثلاثة تعريف. لا ده قرش ساب. لا والله ده بينه تعريف. لا ده قرش ساب. لا تعريف. خد اهو ادي تعريفي وادي تعريفي وادي ادي كمان تعريف اهو. حلو قوي كده. انت هتنهب؟ ده انت فلقتنا يا اخي. ده بس من اصلك كان حش وسطك. طنطة واحد يا حي. طنطة واحد. طنطة واحد. طنطة واحد. طنطة واحد. منك لله يابا طلعتني من الكتاب. كان زماني بعرف افك الخط. طنطة واحد. قول لي والنبي يا حضرتك العلوان دي هوصل له ازاي؟ طنطة واحد. طنطة واحد. طنطة واحد. قول يا حضرتك ممكن تستقرا لي العلوان دي؟ ايه البلد اللي محدش فيها بيرد على حد دي؟ المنصورة اتنين. صوفيا صوفيا القشطة. تمر هندي الشفة. صوفيا صوفيا تمر هندي الشفة. اشرب. اديني واحد من ده وحياة ابوه. صوفيا ايه؟ صوفيا. صوفيا مين؟ بقول لك تشرب صوفيا. اشرب من ده وخلاص. ما هو يطلع زي ما يطلع. سونيا جميلة جميلة قوي. هات شوية بقى فوق البيع. فوق البيع ايه يا اخينا؟ هو احنا فاتحين سبين؟ طب يا اخويا ما تزقش. قول لي واحد والدك العلوان دي اروح له ازاي؟ امشي كده ولا امشي كده؟ تمشي له كده ولا كده يا اخينا؟ ده انت مشوارك بعيد قوي. ده في المعصرة. واروح ال ال المسحرة دي اروحها ازاي؟ يا اخي اطلع من نافوخ انا مش فاضيلك. أول مرة تنزل مصر. إيه؟ أول مرة تنزل مصر. إيوه أنا أول مرة أنزل مصر. لا أنا ما قلتلكش. ما قلتليش إيه؟ مش أنا أمي ماتت؟ الباقية في حياتك. حياتك الباقية، حياتهم مشكور، ما انجلكش في حاجة وحشة، وتعبت نفسك وجيت لهم مصر. نعم. انقهرت عليها. هي اللي كانت فضلاني من الدنيا، لا ليا لا أخ ولا أخت ولا أب ولا كفة شيء. كانت حطاني في نن عينها من جوه. وانت اصلك من ايه؟ انا من خربتها. ايه؟ من خربتها. في بلد اسمها خربتها؟ ايوه في بلد اسمها خربتها. امال انا هضحك عليك؟ ما تاخذنيش اصلا انا معرفهاش. ولا الحكومه حتى تعرف، ولا احنا عايزين نعرف حد، ولا عايزين حد يعرف. خد استقرا لي بقى. قريبك اللي في الورقه دي؟ قريبي؟ قريبي ده ايه؟ ده خالي لزق. قلت بقى ده امي ماتت اجيله عشان يشغلني. هو بيشتغل ايه؟ ده بيطلع في العلالي قوي. مهم بقى. الا مهم، من غيره العماره ما تتبنيش. هو اللي بيطلع بيه. انما انت قاعد هنا ليه؟ مستني حاجه؟ مستني العربيه اللي هتاخدني. طب انا اوصل لخالي دي ازاي؟ شوف انت تركب الاول لحد باب اللوق. باب ايه؟ باب اللوق. باب ايه؟ حته اسمها باب اللوق. ايوه. الاتوبيسات اللي هناك دي. اللي هناك ده هي. اسال اي واحد فين الاتوبيس اللي بيروح باب اللوق. تنزل تركب قطر حلوان وتقول له نزلني المعصار. نزلني فين؟ المسعره. تنزل المسعره. ايوه المسعره. ايوه. تسال اي واحد يقابلك وتدي له الورقه دي، هيدلك على طول على الشارع اللي ساكن فيه خالد. تشكر قوي يا حضرتك. العفو. تشكر قوي يا سي. حضرتك اسمك ايه؟ ما يهمش. تشكر قوي يا سي. ما يهمش. ما يهمش. ما يهمش ازاي؟ اسمك ما يهمش؟ لا محسوبك الدسوقي ابو عجله. ابو عجله؟ وانا اقول شفتك فين؟ شفتك فين؟ باين اني سالتك ابو عجله. تشكر قوي يا اخينا. مع السلامه يا بلديه. يا اخينا واخد في وشك يعني وماشي؟ مش تدفع ثمن السوبيا؟ لا مؤاخذه يا حضرتك، الكلام اصله خدنا مع الاستاذ. خد يا سيدي. خد. ايه ده؟ قرش تعريف. قرش تعريفه؟
دي الكوبايه تبان 10 ساغ. 10 ساغ ليه؟ شويه الماء البيضاء دول ب 10 ساغ؟ اه خد ايه؟ ثلاثه تعريف اهم. حلو قوي كده، كويس متخش وسطك، محدش يسمع اكتر من ثلاثه تعريف. امر لله. انهي قنبيل اللي بيروح باب ال باب ال باب ايه؟ باب باب ايه؟ ده كان لسه على طرطوفة لساني دلوقتي. باب ايه يا برطوشي؟ باب ايه؟ باب الوزير. هما الوزراء بقى لهم ابواب؟ امال باب ايه بس؟ باب ايه يا هو باب حاجة ما تتاكلش. تتشرب؟ ولا بتشرب. امال باب ايه؟ باب ما تقول لي انت اللي باب اللي عندكم وانا اقول لك. باب زويلة، باب البحر، باب اللوق. ايوه ايوه هي باب اللوق دي، عليك نور. طب يا اخو قول كده من الصبح. وانا كنت عارف ولا قلتش؟ اتفضل روح اركب الاتوبيس اللي هناك ده. لا انا هستنى واحد فاضي بقى. بالطريقة دي مش هتركب ولا هتوصل. يلا يا اخينا الشعبط، يلا يلا. امر لله. يلا بينا. ايه رايح فين؟ رايح باب ال باب باب ايه يا برطوشي؟ باب ايه؟ حوش حوش. هنداوي انت هنداوي. ايه في ايه؟ قوم افتح الباب يا راجل، بيخبط. ما يخبط واحنا مالنا؟ احنا مالنا ازاي؟ ده بابنا يا راجل. يا ولي الام يا ولي، مين هيجي لنا ساعه زي دي؟ الام قوم يا راجل افتح دهدي. طيب انكتمي. باي مين؟ خالي بالحضن يا خال. مين؟ حسنين. ايوه حسنين مش لحمه ولحمه. اتفضل يا حسنين اتفضل. مساء الخير يا مرات خالي. مساء الخير. ازيك؟ اهلا يا حسنين، بركه انك طيب. اتفضل معايا يا حسنين. انا هقعد هنا. لا اتفضل معايا هناك. انا مستريح كده يا خال. تعال يا راجل هناك تعالي. اهدي فر. فر ايه؟ دول عيالي. كل دول عيالك؟ ايوه. ربنا ياخدك يا خال عشان تستريح من مصاريفهم. ده انت غلبان. قوم يا ولا في الزقوق، قوم من هنا. انا هنام هنا. اوعى تسيب البطانيه كده وانت غيتني. خش جنب اخواتك جوه. اهلا يا حسنين، ازيك كده؟ الحمد لله يا خال، ده انا اتبهدلت بهدله لغايه ما وصلت لحد هنا. ايه؟ اي والله. وازاي امك كده؟ امي؟ مش انا امي ماتت يا خال؟ ايه؟ ايوه، بقيت يتيم الاب والام يا خال. يا حول الله يا ربي. تعيش يا مرات خالي، ما قلتيش بحاجة وحشة. بقيت يتيم الأب والأم. طب مش كنت بعتلي؟ ما أنا اتلهيت على عيني، بس الحمد لله العمدة قام بالواجب وزيادة، كتر خيره. ما بقاش ليا حد أبدا في الدنيا، ما بقاش ليا غيرك أنت وخالي يا مرات خالي. طب بقول لك إيه؟ إيه؟ تعالى اقعد هنا. أنا هنام هنا. ده أنا بنام هنا. ما تنام أنت على الكنبة وأنا أنام هنا يا خال. يا جماعة ما يصحش قوم تعالى معايا هناك. ده أنت عليك تحكمات. فاطمه بقول لك ايه؟ قومي حضري لي لقمه اتعشى بيها. لا ودي وقعت ايه دي؟ احنا ناقصين. ايه ما يصحش. انا واقع من الجوع، واقع من الجوع يا مرات خالي. من صباحيه ربنا لحد دلوقتي على كوبايه السنيه. سنيه؟ ايوه بتاع بيضا كده. هات لي جنب الاكل اللي هتجيبيه بحل بصل. بقيت يتيم يا خال. معلش استهدى بالله، بكره تنسي. انسى ازاي وانا جعان كده؟ دلوقتي تاكل وتشبع. اديني قاعد اما اشوف. شد حيلك يا ولد. ايه؟ ما بتاكلش فول ولا ايه؟ فول ايه يابا؟ شد على الله، ده احنا فينا الصحه تهد جبال. انت فاكر نفسك مين؟ قوم جامد قيامتك. قوم. معلش يا راس ابعاد، معلش الواد جديد لسه. مولة الناس يا بوي، ما الحرام ولا ايه؟ ايه طول بالك، مطول على الاخر. لا طول بالك شغلك. طول بالك يا ريس، احنا نعجبك قوي ما يهمكش اي حاجه. قلت لك قوم. قوم يا فجري. خد بايدك خد. قوم يا غشيم. اهياني
أهياني 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 ياني ياني أهياني. جراه يا جدع، مزجت حسب الله هي ولا إيه؟ ما احناش عارفين هنا. مزجت حسب الله؟ المزجت حسب الله إيه؟ كاك حش وسطك يا مرات خالي. أهو أنت، مش كفاية جاي تاكل معانا أكلينا وتشاركنا في منامنا؟ هتواوق لنا كمان يا ولية يا عيب يا ولية.